المتعه كانت مباحه في يوم من الايام ثم حرمت. جاء الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون اليه يعني بعدهم عن نسائهم، فأذن لهم في المتعة لمدة 3 أيام، ثم بعد ذلك جاءه الوحي من الله يحرمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها حرام إلى يوم القيامة. وكان ذلك في عام أوطاس. وجاءت الروايات يعني مختلفة، فبعضهم يقول إن المتعة حرمت عام أوطاس، وبعضهم يقول يوم حنين، وبعضهم يقول سنة الفتح، وبعضهم يقول في السنة 8 من الهجرة. كلها سواء، لأن عام أوطاس هي حنين، أوطاس معركة جزء من معركة حنين، يعني كانت معركة حنين ثم بعد ما اشتد القتال انقسم الثقفيون اللي هم اللي كانوا يقاتل أهل الطائف إلى قسمين، قسم ذهبوا إلى أوطاس وقسم ذهبوا إلى الطائف، فسميت هذه غزوة الطائف وهذه غزوة أوطاس وهذه غزوة حنين. هو كلها في وقت واحد في شهر شوال من سنة 8 من الهجرة. فعندما يعبر البعض يقول يوم حنين أو يوم أوطاس هو واحد، والبعض يعبر بالسنة 8 هي كانت في السنة 8، والبعض يقول عام الفتح هو عام الفتح، لأن فتح مكة كان في رمضان، بعد بشهر صارت معركة حنين، فاختلفت التعابير والمغزى واحد. وحرمت المتعة وأذن بها في شوال في السنة 8 من الهجرة، إلا إنه يشكل عليها رواية جاءت في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول بالمتعة، فأنكر عليه علي بن أبي طالب وقال له إنك امرؤ تائه، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة عام خيبر. فهذه أشكلت على البعض أنه كيف يقول عام خيبر، خيبر في السنة بداية السنة 7، فكيف يكون؟ فقالوا لا، الذي في خيبر هو حوم الحمر الأهلية، حرمت في خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وجد الجذور تغلي، القدور تغلي، فقال ماذا تطبخون؟ قالوا لحوم حمر أهلية، فأمر بكسر القدور وإلقاء ما فيها، فقالوا أو نغسلها أو نلقي ما فيها، يعني بدل ما نكسرها قال ألقوها واغسلوها، فأذن بغسلها. فلحوم الحمر الأهلية نعم حرمت يوم خيبر، لكن لأن ابن عباس كان يتبنى هذين الرأيين وهو جواز أكل لحوم الحمر الأهلية وجواز نكاح المتعة، فأنكر عليه علي رضي الله عنه وذكر أنه في عام خيبر ذكر لحوم الحمر الأهلية والمتعة، لكن لا يريد أن المتعة في خيبر، ولكن لحوم الحمر الأهلية هي التي كانت في خيبر. ولذا جاءت بعض الروايات أن الرسول حرم نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر، فلحوم عام خيبر ترجع إلى لحوم الحمر الأهلية، أما المتعة فهي في السنة 8 من الهجرة. ونقل الشوكاني بعد ذلك الإجماع، يعني بعد أن كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول بجواز ذلك صار الناس بعد ذلك إلى الإجماع بتحريم نكاح المتعة. ولكن هذا النكاح المتعة كما قلنا استمر 3 أيام، وذلك لا تعرف عنه تفاصيل، ما شروطه، ما ضوابطه، ما لمن أنه أبيح 3 أيام ثم حرم بعد ذلك، فلذلك لم توضع له ضوابط وقواعد وشروط وكذا ابدا، ذاك لا يعرف عنه كثير تفصيل اللي هو النكاح المتعه. بعض الصحابه رضي الله عنهم مثل ما ذكر عن جابر وعمر بن حريث وغيرهما انهم يعني نقلوا عن عمر انه نهى عن نكاح المتعه، نعم، لان بعض الصحابه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اذن بالمتعه لم يبلغه النهي، وهذا امر طبيعي جدا أن يغيب عن بعض الصحابة بعض الأحكام فلم يبلغه النهي، وكذلك في زمن أبي بكر، لأن لم يشتغل الناس بهذا الأمر. في زمن عمر بلغ عمر رضي الله عنه أن عمرو بن حريث رضي الله عنه تزوج متعة، فأنكر عليه عمر أشد الإنكار وقال لو كنت تعلم لرجمتك، يعني أن حرام تفعل هذا رجمتك، يعني أن هذا الأمر لا يجوز محرم،
لكن ما كان يعلم عمرو بن حريث أنه حرم. فلذلك من يستدل بأنه بعض الصحابة فعل أو بعض الصحابة قال، هذه آراء اجتهادات من الصحابة، إذا خالفت النص يقدم النص عليه، هذا قاعدة، هذه قاعدة عند أهل العلم أن قول الصحابة لا يعارض النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعتبر وينظر فيه بل ويحتج به إذا لم يخالف نصا من الكتاب والسنة ولم يخالف صحابيا آخر، فقول الصحابي له منزلته. لكن إذا خالف نصا يعذر الصحابي، وإذا يعتذر له يقول أهل العلم ولا يعتذر به، يعتذر له ولا يعتذر به. وأما ما يروى عن عمر أنه قال متعتان كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرمهما، نكاح المتعة ومتعة النكاح ومتعة الحج، فهذا كذب على عمر، لم يصح أبدا، لا يثبت أن عمر أنه يقول كانت على وأنا أحرمهما، هذا كذب على عمر، لم يثبت عن عمر أبدا. وإنما الثابت عن عمر رضي الله عنه أنه لما قيل لابن عمر رضي الله عنه لما في متعة الحج، لأن هي هما مرتبطتان متعة الحج ومتعة النساء، وأحيانا تذكر متعة بعضهم يحملها على متعة الحج وبعضهم على متعة النساء، فقيل لابن عمر أن عمر رضي الله عنه لما رأى عبادة بن نسي معتمر بالحج، يعني حج متعة، فقال له عمر بما أهللت؟ قال بحج وعمرة، قال أصبت السنة. فقوله أنه حرمهما عمر يخالف هذا في قوله أصبت السنة، هذا إسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، أخرجه ابن ماجه وغيره. الشاهد من هذا أن نكاح المتعة محرم.